قال الراوي: يا سادة يا كرام، لا يحلو الكلام إلا بذكر خير الأنام عليه الصلاة والسلام. سبحان من جعل سير الأولين هدى وموعظة للآخرين، ليتعظ بها كل غافل فطين. من ألف ليلة وليلة، شهرزاد تحكي قصة كل ليلة، تحكي للملك شهريار قصة حتى طلوع النهار، قصة تشغل باله وتحير له أمره، وبالنهاية تجعله بانتظار بقية الحكاية دون خوف وانكسار. واليوم سنكمل لكم قصة الدرويش الثالث. في الليلة التالية، وبينما كانت شهرزاد في سريرها، قالت أختها دنيازاد: رجاء يا أختاه، اروي لنا المزيد عن قصة الدرويش الثالث. وأضاف الملك: أجل أكملي يا شهرزاد. فقالت شهرزاد: بلغني أيها الملك السعيد أن الدرويش الثالث تابع رواية قصته قائلا: كان هناك جبل ضخم على تلك الجزيرة، صعدته حتى وصلت إلى القمة، وهناك رأيت قصرا كبيرا مغطى بالذهب الأحمر، كان الباب مفتوح، فدخلت حيث وجدت قاعة جميلة فيها 40 فتاة يلبسن أثوابا حريرية مرصعة بالجواهر متلألئة. اندفعن نحوي وأحضرن لي كرسيا كي أستريح، غسلن يدي وقدمي وجلبن لي الطعام والشراب. جلست الفتيات 40 حولي يتحدثن ويضحكن. نسيت كل معاناتي حينها وفكرت: هذا أفضل ما في الحياة التي هي للأسف قصيرة للغاية. قضيت عابا كاملا في هذا القصر الجميل، أتناول الطعام والشراب وأستمتع بكل مباهج الحياة. ومع حلول العام الجديد بدأت الفتيات بالبكاء، وبدأنا يتعلقن بي قائلات: لعلك لا تغادر أبدا. فسألتهن عن سبب بكائهن وظنهن أني سأغادر، فأجبنا: ستكون أنت نفسك السبب. وأخبرنني أنهن 40 ابنة ل40 ملكا، ويجب عليهن ترك هذا القصر مرة كل عام مدة 40 يوم، وعند مغادرتهن لن أصاحبهن، بل سأبقى في هذا القصر، ويمكنني أن آكل وأشرب وأفعل ما أشاء، وأتجول في جميع غرف هذا القصر فيما عدا الغرفة ذات الباب الذهبي الأحمر. وقلنا: وهكذا ستعصي أوامرنا، وعندما تفتح هذا الباب سيتسبب في فراقنا. ثم غادرنا، وقلت لهم: والله لن أفتح هذا الباب أبدا. وظللت بمفردي في ذلك المكان مدة 39 يوما، آكل وأشرب وأفعل ما أشاء، وأتفحص كل الغرف فيما عدا تلك الغرفة ذات الباب الذهبي الأحمر. كانت جميع الغرف مليئة بالملذات الرائعة، مثل أشجار الفاكهة وحدائق الأزهار ذات الروائح العطرة. لكن بعد مرور الأيام 39، زاد فضولي أكثر وأكثر بشأن ما كان في الغرفة ذات الباب الذهبي الأحمر. وفي النهاية لم أتمالك نفسي وفتحت الباب، وبالداخل كانت هناك مصابيح من الذهب والفضة ورائحة عطر قوية. وفي منتصف الغرفة وقف حصان لونه أسود حالك اللون، قدته خارج القصر وأنا مندهش من جماله. حاولت أن أمتطيه لكنه لم يتحرك، وأخيرا ضربته فصهل غاضبا، وبعد أن كشف عن جناحيه طار بي إلى أعلى في السماء، وسافرنا معا مسافة طويلة قبل أن يلقيني من على ظهره، ولطمني على وجهي بذيله ليفقدني البصر في إحدى عيني ويلقي بي في صحراء موحشة. ملأتني التعاسة، وسرت أياما عديدة
لاعناً نفسي على أفعالي. وعندما وصلت إلى إحدى المدن حلقت لحيتي مثل الدراويش وواصلت المسير. طفت العالم قبل أن أصل إلى بغداد، وهكذا التقيت بهذين الدرويشين وأتيت إلى هنا. وهذه هي قصتي وقصة فقداني لبصري وحلاقتي للحيتي. ثم تجمع الدراويش معا وقالوا: سيداتنا، نود أن تعتقونا وتسمحوا لنا بالرحيل. فردت واحدة منهم قائلة: سنفعل. وعندما خرجوا جميعا كشف الخليفة عن شخصيته للدراويش، فخروا على ركبهم أمامه وهم يحمدون الله. وأخذ الخليفة الرجال معه مانحا لهم الأمان والمأوى في قصره، وابتهج الدراويش للعثور عليه يقنين منهم أنه سيساعدهم في التخلص من معاناتهم. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وقالت دنيازاد لأختها: يا لها من قصة مدهشة يا أختاه. فردت شهرزاد: هذا لا يقارن بما سأرويه لكما غدا إذا تركني الملك على قيد الحياة. فقصتي عبارة عن جريمة غامضة مثيرة ومشوقة. تابعونا غدا لنعرف تفاصيل هذه الجريمة. كل اللي بيعملوا شير لهذا الفيديو واشتراك بقناة اليوتيوب رح يدخل اسمهم بالسحب عهدية بقيمة $1,000 من سيلفر سليمينج سنتر، تقدمة السيدة غنوة كبارة، بالإضافة لهدية قيمة من أسامينا محفورة. ولتزيد نسبتكم بالربح ما عليكم إلا تضيفوا أصحابكم على جروب المطبخ الطرابلسي.